إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا العنوان هو جزء من الآية القرآنية التي وردت في سورة الرعد الآية 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير هو الانتقال من وضع موجود إلى وضع آخر أحسن منشود، فهو الانتقال من حال إلى حال، وهذا الأمر مهم في حياة الإنسان عموما وفي حياة المؤمن خصوصا. أقول في حياة الإنسان لأن الإنسان مطالب بالتغيير. هذا الإنسان الذي يزرع الفتن، هذا الإنسان الذي يسيل الدماء، هذا الإنسان الذي يشعل نيران الحروب ويعتدي على حقوق الإنسان، هذا الإنسان المخرب المفسد المدمر وهو غافل لأنه زائل، سينتقل حتما من هذه الحياة الدنيا الفانية ليستقبل الحياة الأبدية، وهو من الخاسرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الإسلام هو دين عالمي، ربنا قال في سورة الأنبياء في الآية 7 بعد 100 الأولى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله في سورة الحجرات في الآية 13: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تعالى في آخر ما أنزل، والآية في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس. ربنا لم يقل كل مؤمن أو كل مسلم، لا، قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما المؤمن فله حديث خاص وله نداءات خاصة في آي القرآن لا نحصيها عددا، لأن المؤمن مطالب أن يكون في مركز الصدارة، أن يكون الأنموذج الذي به يحتذى، لذلك هو مطالب بمسؤوليات أعظم ليكون هو المرجع. والأمة المسلمة كأمة مطالبة أيضا بمنطق آخر، أن تؤدي شهادتها على الناس جميعا، فهي الأمة الشاهدة على الناس، لقوله تعالى في سورة البقرة
في الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا التغيير ما هي دواعيه؟ ما هي أسبابه؟ ما هي مؤشراته؟ كثيرة منها. المؤشر الأول البعد عن الله. من كان يشعر بأنه بعيد عن الله إذن فهو مطالب بالتغيير الفوري، لابد أن يتغير فورا قبل فوات الأوان. ومن مؤشرات التغيير كثرة المعاصي والذنوب، كثرة المعاصي والذنوب وتجاوز حدود الله، التعامل بالربا المحرم شرعا، التعامل بالرشاوى، التعامل بعقود الغرر، أكل حقوق الإنسان، التعدي على حقوق المواريث، حقوق الورثة، عرقلة قسمة المواريث، العدوان على الجيران، المعاصي والمظالم التي ترتكب داخل الأسرة الواحدة بين الإخوة والأخوات، بين الوالدين والأولاد، والأولاد والوالدين، بين الأصول والفروع، والفروع والأصول، بين العمال وأرباب العمل، وبين المعلمين، وبين الطلبة والتلاميذ، بين الجميع والجميع. الجميع مطالب بما قاله ربنا عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. كيف نتغير؟ نعود إلى وحي الله الطاهر، هو الذي يأخذ بعقولنا وقلوبنا إلى طريق الصواب، إلى الصراط المستقيم، لقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونعود إلى قرآن الله عز وجل، إلى كتاب الله العزيز الذي يقول في حقه في سورة الإسراء في الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال في سورة الإسراء في السورة نفسها في الآية 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نتغير بانتهاج المنهج القرآني بدءا من النية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي أساس التغيير، المنطلق الأساس للتغيير الحقيقي هو النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما ورد في الحديث ورد قبل ذلك في القرآن في سورة الأنعام الآية 162: ربنا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بعد النية تأتي العزيمة والإرادة الأكيدة في التغيير، لأن كل من أراد أن يتغير سوف يجد مقاومة ذاتية وموضوعية، يجد عراقيل وعقبات من الذات داخل الذات، ويجد أيضا عراقيل لا نحصيها عدادا على المستوى الأسري، على المستوى الاجتماعي، في جميع المستويات وفي جميع المجالات. لابد إذن من الصبر على على التغيير، وتحمل نتائج التغيير، وتحمل العقبات، كما قال الشاعر: فكل من سار على الدرب وصل. كل. وقال أيضا أبو طيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الكرام تأتي المكارم، إلى آخر ما قال. والله عز وجل قد التزم بأن يغير أحوالنا إلى أحسن حال إذا صدقت النيات. ثم أمرنا بالاجتهاد بقدر الإمكان، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نجتهد في الطاعات والقربات والأعمال الصالحات، ونبتعد عن المعاصي والآثام، ونرعى حدود الله، ونحفظ حقوق الناس. فإذا تغيرنا
من واقع أنفسنا من ذواتنا، فالله سيأخذ بقلوبنا بألبابنا بعقولنا فيغير حالنا إلى أحسن حال، وما ذلك على الله بعزيز بأمر منه، طبقا لقوله تعالى في سورة ياسين الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم تقبل منا الصلاة والطاعات والقربات، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، أعوذ بالله إن أذكر به وأنساه، أقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you.
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.